دي برضو حاجه. جارونيا عامر اللي فوق دي الجارونيا دي جميله وبتنتشر ووردتها مبهجه. جارونيا دي وفي الشتاء هتشتغل جامد جدا. وعلى فكره في ازهار وفي ثمار في العالم متسميه باسم مصر. يعني من اهم 6 انواع مانجا في العالم. طب ما تتفضل يا استاذ. اتفضل. احكي لي بقى. اولا بشكرك على الجوله المصغره دي. يعني وبشكرك على المجهود اللي انت انك حقيقي زينت الاستوديو مش بس بشجر من جنينتك انما بمعلومات حلوه ومفيده. وكنا مستنيين حد يشجعنا يقول لنا تقدروا تعملوا ده. طبعا تقدروا جدا وبسهوله. واستمتعوا بده وهاتوا حاجات ممكن تتعب منكم هشتروا تاني وتالت وجربوا. بالذات في الحاجات النباتات العطريه مش غاليه. الشتلايه بتبقى رخيصه يا فندم. راس فلفل اللي احنا جبناه في البيت والبذر اللي احنا بنرميه ارميه في الارض هيطلع لك فلفل. طماطمايه من اللي انتوا بتحبوه ما بيرضاش. ما بيرضاش. خديه. طيب ماشي.